هلا عمي فيصل. يا هلا بمروة. أقول تدرين إن أنا وايد تمنيت إن تكونين بنتي من صلبيك. أشكرك عم فيصل، وأشكرك على كل هالاحترام والتقدير. أنت اللي فرضت احترامك وقدرك على الناس، وكنت مثال صادق ونظيف المفروض ناس وايدين يتعلمون منه. أنت أكيد الحين تقولين بينك وبين نفسك شو اللي خلى فيصليين اليوم يقول لي هالكلام؟ عارف يا أستاذ فيصل، بس اللي ما تعرفينه إن أنا قررت أتنازل عن دم نبيل وسامح جاسم ولد خالك عبد الله الناشط. بتتنازل؟ إي نعم، ومثل ما يقولون العفو عند المقدرة، وهذه صفة من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. نبيل ولدي مات الله يرحمه، مات وما بيرجع لي، سوى جاسم مات أو عاش. وشو اللي خلاك تتنازل وتاخذ هالقرار؟ أنت يا بنيتي، أنت. أنا؟ شو قايل؟ كبرت في عيوني يوم عرفت أن جاسم ولد خالك عبد الله الناشد، ومع ذلك أنت أصريتي أنك ما تتنازلين عن الحق، ووقفت في المحكمة ودافعتي عن الحق، ونسيت القرابة اللي بينك وبينه. الموقف هذا يا مروة كان عظيم وايد. الو، هلا عمي. عمي الله يخليك، ممكن تمرني البيت؟ هني ابيك ضروري. خير ان شاء الله، بانتظارك. ها سارة، ما في أخبار عن بدور؟ موبايلها لحين مغلق؟ زين عمتي شو أخبارها؟ الحمد لله. زين سمعيني، أنا عندي مشوار صغير أخلصه وأمر عليكم. أوكي حبيبتي، مع السلامة. ألو، هلا سعيد، اسمعني، قول حق عبد السميع خلي يطلع المحكمة على طول. اي انا عندي موضوع مهم بس اخلص منه واجي هناك على طول. يلا شكرا. ليش ما ترد على اتصالاتي من البارحه لليوم؟ ليش يا زوجتي العزيزه؟ اعتقد انت عارف ليش. ولك عين تعترفين قدامي بعد؟ انت مالك حق تدش غرفتي في غيابي. اصلا انت اللي مالك حق انك تدشين حياتي. اعتقد عارفه ليش. الماضي مالك حق تحاسبني عليه. انا حاسبك على غشك لي وعلى قصه الحب اللي لعبتيها علي. شو الكلام اللي تقوله يا بدر؟ بنتك انسانه مستهتره، ما تفكر الا لنفسها وبس. بس عاد كفايه. لا مو بكفايه. تنكرين انك مثلتي علي دور الحب وخلتيني احبك، لاني اشبه الانسان اللي انت تحبينه وميت عليه، لاني اشبه مروان. اهدى يا بدر، اهدى، خلنا نناقش الموضوع بهدوء. شو عرفت السالفه؟ المذكرات اللي قدامك والصوره. رغم كل الكلام اللي قلته يا بدر، بس نوار تحبك. تحبني لاني نسخه طبق الاصل من مروان، شبيه عن مروان. ليش ساكت تتكلمي؟ ايش تبي تقول؟ بعد ما تعرت وبانت على حقيقتها تبيها تتكلم؟ ما راح اتكلم. البارح مثل المجنونه هي تتصل فيني. تدري ليش؟ لاني دشيت مملكتها. دشيت المملكه اللي هي تعتقد ان ما حد يقدر يدشها، مملكه احلامها ويا مروان. مروان اللي عايش معاها في كل مكان، مذكراتها بالصور و ما يندرى بعد. بدر، مروان ماضي وانتهى وخلاص.
هو كان سبب دخولها المستشفى. انتهى بالنسبة لك مو بالنسبة لها. بالنسبة لها للحين هو واقف حاجز بيني وبينها، مع أنه تركها وداس عليها وراح حق زوجته. حدك عاد يا بدر، لا تنسى أنها بنتي، ولا تنسى طال عمرك أنك أنت محامي بتعرف الصح من الغلط، وأنت لازم توقف مع الحق. مو من حقك تحاسبها بشيء، أنت ما كنت في وقتها بحياتها. أحاسبك طال عمرك لأنك أنت كنت عارف بسالفة مروان. ليش ما قلت لي عنها؟ ما كانت في المناسبة نتكلم فيها. الكلام اللي قاعد تقوله هذا مو صحيح. ليك وين تحكمني أنا وبنتي كنا متهمين قدامك؟ طبعاً، لأن أنت وبنتك اللي ابتديتوا بالغلط. أنت كنت عارف الشبه اللي بيني وبين مروان، رغم هذا كله خليتنا نرتبط ونتزوج وكنت ساكت. يعني ساكت عن الحق. مو مهم عيال العالم، المهم بنتك ما تكون الضحية، مو كذي؟ المهم يا بدر، بعدنا على البر. أنا مستعد أعوضك عن كل خسارك اللي دفعتها، هذه إذا كنت ناوي طلقها. أوكي، عندك يومين تحددين فيهم، إذا كنت تحبيني بيت بيتك وحياتك الله وانت تدليني، وإذا كنت تبين مروان فهو قدامك، تاخذي أوراقك والصور ورقة طلاقك بتوصل عن طريق أبوك. عندك يومين تحددين فيهم، إذا كنت تحبيني بيت بيتك وحياتك الله وانت تدليني، وإذا كنت تبين مروان فهو قدامك. والله يا ابو نبيل الصراحة ما اعرف شلون اشكرك، لساني عاجز عن قول كلام الشكر لك. انت تستاهلين كل خير يا اخت مروة، وانا ما سويت اللي سويته الا برادة رب العالمين. والنعم بالله، انا راح ابلغ الاستاذ عبد الله الناشد، اكيد بيطير من الفرح. اكيد. زين على نلتقي يوم الجلسة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مع السلامة. حياك الله. سبحانك يا رب، سجلنا ما في شيء بعيد عن رب العالمين. لين متى بتم هني حبس نفسي وما حد يدري عني؟ المفروض هي الوقت اللي لازم خالد يعترف ويحطهم قدام أمر الواقع ويتزوجني. خالد، شو آخرة اللي أنا فيه؟ هو حل واحد قدامكم ما في غيره، اللي هو انكم تتزوجون وتحطونهم قدام امر الواقع. هلا ايام كل الشباب يسوون كذي، وبهذه الطريقه ياما حباب اجتمعوا وتزوجوا. شو هالحل الماسخ هذا؟ انت تخبلت ولا تستهبل؟ فكره زواج منك الحين صارت بايخه. بايخه وما لها معنى. سمعتي وسمعت اهل اللي ضحيتها علشانك بعد بايخة؟ وعمري اللي عطيتك اياه بعد بايخة؟ كل اللي سويته لك بعد بايخ؟ وعودك واحلامك لي بعد بايخة؟ ليش؟ انا ضحيت بكل غالي علشانك، بكل غالي، تفهم شنو يعني بكل غالي؟ ذليت نفسي واهلي وكسرت عيونهم قدام الناس، بالنهاية تقولي كذي ليش؟ ما لقيت واحدة تلعب عليها الا انا، ليش؟ ليش؟ خلصتي؟ عيل اسمعي زين يا بدور، انا تخبلت اتزوج وحده دفنت سمعتها وسمعت اهلها بالارض، باكر يوم بنتزوج شو تبين تسوين فيني؟
تحطين حبل في رقبتي وتخليني امشي ورات مثل البهيمه؟ خلود يوم يبغى يتزوج يتزوج وحده محترمه بنت ناس تعرف ربها، مو بوحده مثلك تطلع تصير ترقص وتستانس برا الديسكوهات. قوم رجعها، قوم الحقها يا ابوي الحقها. خلها تولي. خلود هذه لو وصلت الشرطه واعترفت وقالت انها كانت وياك هني، الشرطه بتي تاخذك انت. زين شنو الحل؟ جالسه تحدد موعدها. انت ما سويت شيء للحين. زين شنو الحل؟ قل لي. تفضل. مروه خالي، انا جايبت لك بشاره اتمنى انك تشكرني عليها. انا جايه اهنيك. الاستاذ فيصل كان معي قبل شوي وصدقنا ورقه التنازل عن كاتب العدل. أنا بعرف شو أقول لك. كل اللي أبي رضا الله وبعدين رضاك يا خلي. بدور؟ انت وين كنتي؟ انت ما تدرين ايش سويتي فينا الايام اللي طافت؟ انت لا تعين ترجعين البيت عقب اللي سويتيه؟ بدور تحكي، طمنينا انت وين كنتي؟ عمتي من شافت بدور طاحت فيها طق، تعبت علينا ويبناها بسرعة المستشفى. ردت بدور؟ وين كانت؟ أمي ما عطتنا فرصة نسألها. من رجعت البيت أمي ما عرف شو استوابها. طبعًا من القهر اللي كاتمتها في قلبها. لا حول ولا قوة إلا بالله. امشي يا سارة، امشي، صل على بنتي، امشي.
جاي وين ساير؟ جاي من الاجتماع في نادي التجار. وين ساير؟ مسافر. وبعد تكذب؟ انت تدري ان المسكينه فاطمه طايحه في المستشفى والسبب في اللي سويته فيها وفي بنته؟ حسبي الله عليك ونعم الوكيل. البارح مثل المجنونة هي تتصل فيني، تدري ليش؟ لأني دشيت مملكتها، دشيت المملكة اللي هي تعتقد أن ما حد يقدر يدشها، مملكة أحلامها ويا مروان. أنا جاي أغلق ملف البلاغ خلاص، البنت ردت البيت. وما قالت وين كانت؟ قالت الله يسلمك. المشكلة البنت كانت متهاوشة ويا خواتها وزعلانة في البيت، فطلعت راحت عند واحدة صديقتها وتمت هناك. تدري سلمك الله بنت مراهقة. الحمد لله على السلامة عمتي. الله يسلمك. فرحتيني أمي يوم فتحتي عينك، ما تتخيلين ايش قد كنت أحاتيك وايش قد كنت خايفة عليك. الحمد لله على سلامتك يا امي. الحمد لله يوم شفتك بخير. بدور بدور عمتي، لا تفكرين في شيء الحين، المهم عندنا صحتك. امي ترى بدور هي سوت شيء لان احنا رفضنا نزوجها خالد، وهي كانت عند صديقتها بس هي ما كانت تبغانا ندري. ولا تحاتين، تطمني. الحين شو بسوي؟ وبيمكن الشرطة يحقونه والبنية، والبنية تعترف وتقول إنها كانت وياك. ما أظن إنها تقدر تقول إنها كانت وياي في الشقة. بدور ما فيها الجرأة. بدور تخاف من أمها ومن الفضيحة. لمتى بنتم من خشين هني؟ لا يا حبيبي لا. أنت تم هني وأنا بسافر البرازيل. يا راجل البرازيل؟ لابوي دولك مكان ثاني. لو سرت البرازيل باكر بيبونك، هذيل موقعين اتفاقية انتربول. سير بنغلاديش مثلا. طنس وبتشوف. سلامتك يا فاطمة. الله يسلمك يا غانم. بعدش مصرة؟ ليه متى بتمين تكابرين؟ اللي سويني في نفسك يا فاطمة ترى غلط. أنا ما كابر يا غانم، هذه المسؤولية، هذا نصيب الأم والأبو، هذا قدر. قدر؟ أي قدر؟ إنك تنسى نفسك قدام مسؤولياتك. يمكن لو كان في ريال في حياتك كان ما صار اللي صار. كلامك صح، هذا لو كان أبوه موجود ما بأي ريال ثاني. بس أنا مو بأي حد. شقايلي غانم تباني أدخلك حياتي وأنا عندي ثلاث بنات، ما تفهمني؟ وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ ساعات أحس أنك أنت مو من البلاد. أنت مو بشايف أن الدنيا تغيرت؟ مبلا شايفة، لكن في ظنك وين بتودينا؟ التغيير قدر كل الناس، وبدل ما نخلي هذا التغيير يسوي بشكل عشوائي وفوضوي، لازم نشارك فيه بعقل وحب وضمير. انت ما تدري يا غانم باللي يصير علي. يمكن اعرف اكثر من اللي انت تعرفين عن نفسك. صحيح الانسان لازم يضحي علشان عياله، لكن اللي انت تسوينه في نفسك هذا انتحار مو بتضحية. العيال كسر ظهر يا غانم، خصوصا لو كانوا ثلاث بنات. انت تبالغين. انا ما بالغ. انا عذرتنك يا غانم انك تقول هذا الكلام لأنك ما جربت الظن. شكراً يا فاطمة. أنا ما راح أزعجك عقب اليوم، ومكاني أنت تعرفينه لو احتجتي شيء. عن إذنك.
هلا مروة. هلا خالي. شلون همك؟ إن شاء الله اليوم أحسن. أنا بروح لها. خطاك الشر اختي فاطمة. يا الله يا عبد الله، سنين وانت حار مني اسمع كلمتي يا اختي، وسنين حرمتني اقول لك يا اخوي. واللي سلمك يا فاطمة، كفاية الذنب اللي أنا شلته. أنا سامحتك من زمان يا عبد الله، سامحتك من أول يوم دخلت في بيتي طلبت مني أسامحك. صدقني صدقني يا عبد الله، قضية ولدك ما كانت انتقام مني، لا، كنت أبغيك بس تحس بحرقة اليوف يوم تيك من واحد انت عشت وتغذيت وياه من دم واحد وروح واحدة. سامحيني يا مروة، سامحيني يا يبا. انا ما بقى من العمر قد ما راح، يمكن الله سبحانه وتعالى حطني في هالظرف علشان اوعى حق نفسي مسامحة. سامحتك سامحتك يا عبد الله يا اخوي لين يوم الدين. بنتك إنسانة مستهترة، ما تفكر إلا نفسها وبس. تنكرين إنك مثلتي علي دور الحب وخلتيني أحبك، لأني أشبه الإنسان اللي أنت تحبينه وميت عليه. أنا بخليك عيد، ها؟ يلا حبيبي، ها صعب. المهم دير بالك على نفسك زين، وما وصيك ابتعد عن الاماكن المشبوهه، وانت بعدها الله الله بعمرك، ولا تنسى تسلمني على امي وايد واعطها الفلوس. توصل بالسلامه ان شاء الله. تفضل يا مشهور. وين؟ شوية بس. أبا الحق على الطيارة. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. أنا من المحكمة يا أختي. خير أخوي. هذا بيت سارة راشد؟ أنا سارة راشد. بس تفضلي توقعيني هنا. وتفضلي هالورقة. مع السلامة. سلام.
سارة ايش بلاك؟ عادل طلقني يا مروة. انت مطلوب في قضية الهندي كومار. كومار؟ شو مسوي كومار؟ ناصب على البنك ب5 مليون درهم. هذا من غير التجار اللي في السوق والبضاعة اللي خذاها بشيكات مؤجلة عليها توقيعك وتوقيعه. بس يا حضرة الضابط، أنا شو يخصني؟ أنتوا تقولون أنه هو السبب وهو اللي ناصب على الناس، مو بأنا. أنت شريكة في كل اللي سواه. خذي عسكري على التوقيف. طلقتش؟ هذا اللي ما كنت أتوقعه يا نوار. عشان كذي يعني اليوم المكتب وقدم استقالته. إيه لحظة، وعطاني هالظرف أعطيك إياه. ظرف؟ سارة قالت لي عن موضوعك مع زوجك بدر. أنا بياخذ رأيك مثل ما أخذت رأيها. نوار، أنا من رأيي إنك ترجعين حق زوجك بدر وتركي عنك مروان. زهرة، أنا لازلت أحبك مثل قبل وأكثر. علشان هذا الحب الكبير يا حبيبتي ما قدرت أظلمك وخليك متعلقة بوهم كبير اسمه عادل. من عقب فشل في الفحوصات الأخيرة قررت أطلق حريتك علشان تحققين الأحلام اللي كنت دايما تكلميني عنها. أتمنى أنك تنسيني وتشوفين حياتك تحققين كل اللي كان نفسك فيه. أنا صحيح خسرتك، بس ربح ذكريات حلوة عمره ما بنساها. مع السلامة يا سارة. أعتقد أنت ما ترضى كرامة تنهان أكثر من كذي. لحظة عمي، دقيقة بس. الحين شاريني؟ أنا منو؟ بدر، زوجي حبيبي. الحقني يا حضرة الضابط، الحقني. كوبا سرق فلوسنا ونحاش، فلوسنا ضاعت يا حضرة الضابط. أرجوك الحقني يا حضرة الضابط، أرجوك. اهدى شوي وخبرني منو اللي سرق فلوسكم؟ فلوسي يا حضرة الضابط وفلوس ربيعي خالد اللي كان وياي. شك في حد؟ كوبا هو اللي سرق فلوسنا ونحاش يا حضرة الضابط. كوبا ما حد غيره. كوبا؟ شو الاسم الغريب هذا؟ هذا ساحر افريقي يا حضرة الضابط، ساحر. ساحر واسمه كوبا؟ خبرني السالفة من البداية. الحين اروح معاهم ودلهم على الفندق اللي ساكن فيه كوبا هذا. ألو،
تعيدها مرة ثانية يا عادل. هذا القرار مو من حقك تأخذه بروحك. إذا عدتها مرة ثانية ما راح أغفر لك. حكمت المحكمة حضورياً وبالإجماع على المتهم جاسم عبد الله الناشد بالسجن لمدة 3 سنوات. رفعت الجلسة. للأسف الاسم اللي قلت لنا عليه مو موجود في البلاد. حتى الفندق اللي قلت لنا ساكن فيه قال إنه ما مر عليه هذا الاسم ولا شافه. يعني شو يحضر الضابط؟ يعني النصب عليكم للأسف وانسرقت فلوسكم. الله يبارك فيك. تستاهل يا عبد الله على هذا الحكم. والحمد لله على سلامة ولدك. جزاك الله خير يا إبراهيم. هذا خالد ولد خالتي مريم يا رتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينها له. أنت والدة خالد؟ هي نعم، خير إن شاء الله. خير بويهج يا الوالدة، بس تدرين إن خالد متزوج وعنده عيال؟ خالد ولدي مو متزوج، يمكن أنتوا غلطانين يا حضرة الضابط؟ لا يا أم خالد مو بغلطانين، بس يمكن خالد ما خبرك إنه متزوج وعنده عيال. خلون عنده ياهان؟ هات اليهال اللي عندك. هنا لكن المشكلة ان امهات العيال عندهم مشكلة ولازم يتسفرون. علشان كذا طلبناك اليوم لان انت يدتهم وحق وحدة بالوصاية عليهم. صوت يا يبي. هنا أنا جاي أطمن وزورك. خلاص دامنا رخصوك يلا يبا وديك البيت. لا تتعب نفسك يا عبد الله، أنا مروة جاية تاخذني. شو الحكي يا يبي؟ أنت تتعبيني؟ أنت أختي الوحيدة في هالدنيا، تعبك راحة. جزاك الله خير يا أبو نوار، ما طمنتني. شو أخبار جاسم؟ حكموا عليه 3 سنوات. الحمد لله على كل شيء. بركة في مروة. جزاها الله خير ما قصرت. عرفتي تربيني يا فاطمة. ما بكلهم مثل مروة يا عبد الله يا أخوي. الحمد لله على كل شيء. إذا كان على موضوع بدور. بدور إن شاء الله الله بيهديها. خلي أنت هني. خلاص يا مروة. من اليوم رايح إذا الله أعطاني عمر. بتشوفوني دوم وياكم إن شاء الله. يبا أنا جاية أبشرك وأبشر عمتي فاطمة إن أنا وبدر قررنا نسوي حفلة زواجنا. شو أسوي؟ غصب ورضيت. الحمد لله على سلامتك خالتي مرة. الله يسلمك يا وليدي. تستاهلين السلامة يا عند. خطت الشر يا أمي. الله يسلمكم إن شاء الله من كل شر. يلا عاد أمي، السيارة عند الباب. لا يا أستاذة مروة، خلاص باليوم رايح. أنا مسؤول عن أختي وعنكم أنتم لأنكم بناتي. مسؤول عنكم من اليوم ليوم الدين. يلا يبوي توكل على الله.